السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، حد اخترع الكاميرا. وقام الحد ده وقف قدام عدسه الاختراع بتاعه وفضل يرقص قدامها ويعمل شويه حركات عشوائيه كده عشان يجرب الاختراع بتاعه. وبعد كده بص على الاختراع وقال لك ايه ده، الله، فيديو. وبعد شويه كده الدنيا اتطورت، وقام الشخص ده قدر تاني انه يقف في مكان تاني قدام الاختراع بتاعه تاني ويرقص ويعمل شويه الحركات العشوائيه دي بتاعته تاني عشان يطلع فيديو تاني، وعرف يلزق الفيديو الاولاني في الفيديو التاني. فقام الشخص ده بص اللي في ايده كده منبهر، وجاب صاحبه يوريله الاختراع عشان هو كمان ينبهر، وقال له شايف العظمه والابداع، شايف الفن؟ فصاحبه قال له فن ايه وهطلي، ايه انت بتعمله في الفيديو ده؟ فقال له هطلي انت عبيط، انت ازاي تتكلم على الفن كده، ده الفن ده شيء مقدس جدا. وابتدى هذا المخترع يتجنن بقى ويمشي للناس في الشارع يقول لهم انا فنان، ولما الناس بتضحك على اللي هو عامله ده بيقول لهم انا مش جاي اضحك، احنا جايين نقدم فن. كتر خيركم كتر خيركم، انا مش جاي اوريكم الفيديو ده عشان تدوني فلوس، كتر خيركم كتر خيركم. وابتدى هذا الشخص يظن هو ومن على شاكلته من بعده ان كون ان انا بمثل او بغني فانا كده بقدم شيء مقدس، يجب اننا نحترمه ونقدسه ونعبده ونسجد له ونؤله ونعمله مساج في صباع رجله الصغير، وان انا اكون ان انا بمثل فانا كده خلاص فنان، وان هذا الفن اهم من اي شيء، وطالما هو مقدس يبقى لازم يتشاف في اي وقت واي مكان، ولا يوجد ما يعيبه او يحتم ايقافه. وحقيقي عبده عجوه ده هو اللي زيه عندهم مشاكل ما بيفهموش، لان مش مجرد ان انا مثلت وعملت عمل درامي ايا كان نوعه فانا كده بقيت فنان. يعني انت لو دخلت على جوجل او ويكيبيديا او حتى سالت شات جي بي تي ما هو الفن يا سيدي، هيقولك ان الفن ده ان انا اقدر اعبر عن افكاري او مشاعري او النظره العالميه من خلال وسائل سمعيه او بصريه او ادائيه، واما بتتضمن الوسيله اثاره الفكر او المشاعر او توصيل رساله. واللي خلى فعلا الفن شيء مهم جدا وليه قدسيه انه بيسهل نقل الافكار وبيارشف لنا العصور المختلفه، سواء الفن ده كان رسم او فن او اغنيه او نحت او ايا كان، وبيشكل الهويه معاصرة لوقت تنفيذه، وكمان عشان يعتبر لغة عالمية بتتجاوز حدود اللغة المنطوقة بتاعتنا. حاجات كتير جدا بتدي اهمية للفن كلها ملهاش علاقة باللي الاستاذ بيومي فؤاد بيقوله او بيعمله. الفن اخد مكانته دي بسبب التأثير عموما، حتى لو كان التأثير ده الاضحاك اللي بعتبرها حاجة مهمة جدا. كتر خيركم كتر خيركم، احنا مش بتوع فلوس والله. وانا بقى كفنان، مش انا كطاهر يعني، عشان ابقى قد لقب فنان اللي انا واخده ده وعايز الناس تسجد لي وتعبدني وتقدسني، فانا لازم يكون ليا دور. فاللي بيعمله استاذ بيومي فؤاد هو وشيلته ده اسمه تجاهل مش شجاعه. فين الشجاعه اصلا ان انا اروح اعرض مسرحيه ارقص فيها واتنطط واخواتي بيتذبحوا وبلدي في حاله تاهب واستعداد؟ فين موقف انا كفنان؟ يعني انت تطلع تصيح وتعرض مسرحيتك وتشتم زميلك لما تبقى عملت زي عادل امام كده ورحت عرضت مسرحيتك في قلب المنطقه اللي فيها النوش عشان تتحدى الارهاب، عملت زي انجلينا جولي ورحت زرت اماكن الحرب ودعمت اللاجئين، هو اللي بالمناسبه نزلت بوست على الانستجرام بتاعها بتهاجم فيه اللي بيحصل في غزه، وبيومي فؤاد نفسه ما عملش كده، ما كانش فاضي، كان بيرقص قصدي بيعمل استعراضات وبيمثل. كتر خيركم كتر خيركم، بدلي دي بس معلش. والاستاذ ابراهيم عيسى اللي طلع يحزق ويقول ان الممثل اللي شايف ان احنا ممكن نوقف الفن عشان المجازر دي فنان بيستحقر فن وشايفه ضئيل ولازم نعدمه ونحرقه وندهنه ونلزقه، وفضل يهبط كلام كتير كده. هل استاذ ابراهيم عيسى ما يعرفش ان ايقاف العروض والفعاليات الفنيه ده يعتبر نوع من اهميه الفن اساسا، زي ما حصل سنه 68 لما وقف مهرجان كان تضامنا مع الطلاب والعمال المحتاجين في الشوارع، وفي يونيو سنه 2020 بعد وفاه جورج فلويد عملت شركات الموسيقى البلاك اوت ويزداي واللي وقفوا فيه نشاطهم كنوع من الاحتجاج. فرقه يوتو الايرلنديه وقفت حفلاتها سنه 97 احتجاجا على اللي بيحصل في البوسنه. هل دول كمان يا استاذ ابراهيم بيستحقروا فنهم مثلا هم كمان؟ بالعكس يا جماعه، واحنا عندنا خلل ليه؟ ما انا ممكن اسمع اغاني واحبها واحترم مغنيينها ويكون ليهم مكانه وطنيه وثقافيه زي عبد الحليم وام كلثوم، ولما يبقى في ظروف سودة زي اللي احنا فيها دي اوقف الاغاني لانها مش مناسبه. وانت لما بتقفل الاغاني عشان صوت الاذان انت كده بتستحقر الفن؟ ايه ده، انت ما بتقفلهاش؟ وانا دلوقتي مش ضد تماما ان العروض والفنون تتوقف، وما عنديش تخيل اللي المفروض يحصل، بس مش منطقي ان احنا نطبل ونرقص وفي ناس ثانيه بتتذبح من كيان احنا اصلا دخلنا معاه في اربع حروب قبل كده، فهم وش في يوم من الايام هيحاولوا ويخلوا ان ينوبنا من الحب جانب. ولو عايز تشتغل ما تعمل حاجات مناسبه للي بيحصل، طب ما تعملوا اوبريت زي القدس هترجع لنا مثلا او الحلم العربي، اعملوا حاجه وثائقيه عن حربنا احنا يا عم مع اسرائيل، جمع تبرعات، اعمل يا عم عروض مناسبه ما تجرحش اللي بيحصل واضحك علينا وقول ان في جزء من الارباح رايح تبرعات لفلسطين، طب ما تتبرعش انت يا عم وقول للناس تتبرع. انما والله اللي بيحصل من الناس اللي بتقول انت بتقطع ليه، المقاطعه هتعمل حاجه؟ انت عايزنا نوقف الفن ليه؟ انت ارهابي يلا صح؟ انت بتزايد على زمايلك ليه؟ وازاي ما تجيش تهز وترقص معانا؟ اقسم بالله كل دي قله ادب وقله ذوق وعدم احترام. ام كلثوم وعبد الحليم خدوا مكانتهم الثقافيه والوطنيه دي بسبب افعالهم ومواقفهم اللي كانوا بيعملوها والحفلات اللي بيعملوها وفلوسها تروح للحرب مثلا، وطبعا احنا من كل قلبنا بندعي لاخواتنا في فلسطين.
ونتمنى ان مش بس الاحداث تخلص على خير، لا، ان حق كل شهيد يجي في يوم من الايام ان شاء الله ويكون قريب كمان. واحب اقول لكل واحد عاجبه كلامي ولكل واحد مش عاجبه كلامي، كتر خيركم كتر خيركم، ما تجيب دولار. سلام.